ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يكره نعمة الله عليك، فتجده يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسده. ولكن الحساد نوعان: نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره لكن لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد متى؟ إذا حسد. ولهذا قال إذا حسد. ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان. والحسد من كبائر الذنوب ومن سمات اليهود والعياذ بالله. ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن الحاسد لم يرضى بقضاء الله وقدره، يعني لم يرضى أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه أهلا أو أعطاه علما. فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ نفسه ويقول لها: كيف تحسدين الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ كيف تكرهين نعمة الله على عباده؟ يقول: أرأيت لو كان هذه النعمة عندك أتحبين أن أحدا يحسدك عليها؟ ويوبخها، يوبخ النفس. وكذلك يقول لها: أنت لو حسدت وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسود بل هو ضرر على الحسد، وأشبه ذلك مما يوبخ به نفسه حتى يزول ما فيه من الحسد، وحينئذ يطمئن ويستريح ولا يتنكد ولا يتكدر.